عندنا تاها و 2013 عفوا عندنا تنظيف بوابة. هذا الآن قبل التنظيف حساس القربة، حساس هواء الثلاجة، وعندنا برضه هنا السلاك البواجي القديمة مع البواجي القديمة، هذا اللي صار، وهذه سلاك البواجي مع البواجي اليمين، هذا الجديد الآن، هذا كرتون سلاك البواجي مع الرقم، وهذه البواجي الجديدة مع الرقم. راح الآن نعطي تنظيف وتركيب، بعدين أعطيكم له البرمجة حقت الثروتر أو الدعسة، وأعطيكم إن شاء الله تشغيل بعد الانتهاء من التركيب. ولا أنا بنظف البوابة من الداخل، أو عفوا الثلاجة من الداخل. تبارك الله، أنا أول سيارة أنظف الثلاجة من جوا، ما يطلع سواد. أتمنى إنه واحد يواجه أو مشكلة فقط من هذه المشاكل، خصوصا بعد الميتين فقط يعني لونه. شوف بس ما شاء الله رمادي أو بني. غالبا لما نظف البوابة ألاقي فيها أوساخ غير طبيعية. طبعا الآن تنشيف، الآن هذه البوابة بعد التنظيف، حساس الثلاجة، هواء الثلاجة، حساس هواء الآن هذه البوابة بعد التنظيف، حساس الثلاجة، هواء الثلاجة، حساس هواء القربة، وهذه البواجي الآن مركبة مع سلاك الجديد الحمراء، لاحظوا كذا، وهذه جهة اليسار بواجي جديدة مع أسلاك. الآن بعد التنظيف راح إن شاء الله نركب القطع هذه الحساسات والبوابة، ونروح إن شاء الله نسوي لها عملية ريست أو ضبط البرمجة، وإن شاء الله نشغل.